ليكم جميعا. ذاكر تنجح، غش تجيب مجموع. دي كانت جملة شهيرة جدا ومتداولة ما بين الطلبة اللي هم بيذاكروا مجتهدين وبين الطلبة اللي هو ما كانش بيذاكر ويجيب مجموع، وكانت بصراحة بتبقى خيبة أمل للطالب اللي هو كان بيذاكر لما يلاقي زميله غش وجاب مجموع وبقى أحسن منه. وعلى طريقة عبلة كامل لما كانت بتغشش الطلبة في أحد الأفلام، النهاردة هنشارك معاكم حفلة غش جماعي بطريقة فظيعة جدا. تعالوا نشوف الفيديو وهنتكلم عليه بالتفصيل. زي ما شفتوا الفيديو كده بالظبط، حفلة غش بطريقة رهيبة جدا. طبعا الأسئلة بتاعت الامتحان وإجابتها طبعا المعروف من زمان اللي هي إيه، اللي هي بتتسرب بعد الامتحان أو قبل الامتحان، ولكن ده مش قصتنا ولا ده موضوعنا. بطلت قصتنا النهاردة مدرسة، يعني المفروض إن هي عارفة كويس إن الكلام ده غلط وإن الكلام ده ما ينفعش وما يصحش، ولكن فهل هي اتخذت من ورا العمل اللي هي عملته دوت ان هي بتغشش الطلبة سبوبة مثلا وفلوس؟ طبعا لا. طيب هل مثلا ان هي كانت دي المدرسة بتاعتها وكانت الطلبة بتوعها وكانت خايفة عليهم من الامتحان فقررت اللي هي تتطوع كده وتنزل تغششهم بالطريقة دي؟ طبعا لا. امال الحكاية ايه؟ الحكاية ان اختها في نفس المدرسة دي وانها عندها امتحان الكيمياء وابتدت انها تقررت ان هي تنزل وتغششها مادة الكيمياء. ده طبعا امر غير مقبول، طبعا الوضع ده غير مقبول ومرفوض تماما. الغريب في الامر بقى ان وسط كل الكلام ده بيظهر لنا فرد الشرطة وهو قاعد وسايب العملية كده سداح مداح، ولا اكن في حاجة بتحصل ولا اكن في غش جماعي. طبعا هو عارف ان الكلام ده غلط، ولكن علامة استفهام على فرد الامن يعني. ولكن اللجنة اللي موجودة في المدرسة طبعا اللي هي تدرجت الامر وعرفت خطورة الموقف، وعلى الفور ان هم اتصلوا بالشرطة وجت تم القبض عليها وبيتحقق معاها لغاية الان. الموضوع اللي حصل ده طبعا موضوع ما ينفعش، طبعا الموضوع ده مرفوض تماما، لانك انت هنا في الحالة دي بتاخد حق مش حقك، وان طبعا الامر هنا بتاخد مجهود غيرك ومجهود طلبة هم احق منك. وان معروف لينا جميعا في الوقت وان المعروف لينا جميعا ان التعليم، عملية التعليم هي مش مجرد شهادة او مش مجرد اللي انا اقدر اخش الكلية، ما احنا كلنا عارفين اللي احنا انت بتاخد شهادة وما بتشتغلش بيها. طبعا الامر ده مرفوض تماما، وانه ما ينفعش وما يصحش ان هو يطلع من مدرسة بتعلم طلبة وبتعلم اجيال وعارفة يعني ايه تعليم وعارفة يعني ايه درجات وعارفة يعني ايه احقية طلبة، ما ينفعش ان هم ياخدوا مكان طلبة تاني. انا حبيت اشارك معاكم الفيديو دوت لان الصراحة فيديو مهم جدا، لان الفيديو بيرسخ عملية قيم ومبادئ غلط في مجتمعنا احنا ممكن نستغلها بطريقة خاطئة. شكرا لكم وتحياتي للجميع.